انا اسفه يعني ده برضه بكلمك في وقت، انا اسفه متاخر، بس انا كنت صاحي عشان بصحي البنات، وعرفت الاخبار اللي نازله والسيناريوهات اللي اتالفت، فمش عارفه اقول ايه غير حسبي الله ونعم الوكيل ان انا اكون ممكن فكرت في الاعتزال عشان انا في حضن حد ايا كان الراجل ده صفته في حياتي. انا لا يمكن اسيب اعتزل عشان انسان، يعني انا دلوقتي ام بمارس امومة كنت محرومة منها لفترة طويلة، وعلى يدك ويد كل اللي هيسمعوني دلوقتي، ان انا الفترة اللي فاتت اشتغلت وعملت حاجات كتير قوي قاسية، يعني كانت صعبة عليا بس الحمد لله. واللي بيقول ان انا سبت الفن عشان خاطر قصة حب مش مظبوط، لان مش معقولة انسان واحد يخليني اتعس كل الناس اللي بتحبني وبتحترمني. انا دلوقتي والله العظيم بتكلم بجد من قلبي، مع اني كنت يعني حلفة بيني وبين نفسي ان انا ما اتكلمش، بس انا عايزة اقول للناس ارحموني. يعني انا ست عايشة بربي بنتين ونفسي تعبانة شوية، بس بحاول ان انا اتدفى ببناتي واتدفى بأقرب الناس ليا. ف يعني صعبان عليا ان كل الوسط الفني، طبعا في فنانين كتير وقفوا معايا وبشكرهم بكل قلبي واقول لهم الف شكر على جمال قلبكم، بس حرام الكلام اللي بيتقال دوت. يعني انا ما فيش حد، والله انا قررت كده عشان عايزه اعيش مع بناتي وعايزه اتدفى بيهم وعايزه اشوف مشاكلهم، فارجو من الناس ان هي تحترم الوقت ده. انا مش عارف اذا كنت هرجع ولا مرجعش، انا ده حاجة بتاعت ربنا، فنفسي الناس بس تهدى انا يعني مش حابة اللي بيحصل ده خالص، فحسبي الله ونعم الوكيل. وعلى فكرة مش هسيب بلدي ولا هسافر اي حتة، لان في ناس كتير قوي تتكلم في ان انا ناوي اسيب البلد. انا ما سيبش بلدي ولا، وانا قاعده في البيت اللي جنب مدرسه بناتي عشان اهتم بيهم، لكن مش هسيب بلدي واسافر ولا حاجه.